أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية كفاءات من دولة الإمارات. وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسيد محمد ما شاء الله خوري، صاحب أبو سديس لأجهزة السلامة والصحة المهنية. في البداية أسعد الله أوقاتك، كيف الحال أستاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذ محمد، من هو السيد محمد ما شاء الله خوري، وكيف كانت بدايتك داخل دولة الإمارات؟ نحن بيجي إمارات أول مرة سنة تقريبا 1990. أول كان اشتغل في شركة موظف لمدة سنتين، بعد سنتين ياخد مستثمر وافتح محل. انت كيف يفتح اول بزنس خاص فيك؟ ليش هذا شغل مالنا الكترونيات. انا افتح محل هذا اسم افتنا 1993. ما شاء الله. يعني قبل 28 سنة. ايوه. كيف استطعت انك تستمر اكثر من 28 سنة؟ لان شغل مالنا الكترونيات. نعم. انا اول كان في واحد شركه موظف، نعم، مسؤول حسابات وسيلزمان هذه، نعم. لكن بعد الفتره انا فكره يعني اسوي هذه الشركه واشتغل على بروح احسن. نعم، جميل جدا. نانو من بدايات افتاد في بقطعات الكترونيات وخدمات الكترونيات مثل تسليه التلفزيون وتركيب طبقه الاستقبال والاريا المركزي وهذه. وبعد الفتره يعني سويت هذه الشركه مشان كاميرات مراقبه، وانت تعرف يعني التكنولوجيا كل يوم غيرت، كل يوم غيرت. اليوم عندكم ديلات مع شركات كبيرة؟ تقريبا شركات صغيرة وكبيرة شوية، مش زيادة. نعم. لكن قدمتوا خدمة كبيرة جدا. الحمد لله عندي في عميلنا كل شيء إماراتيين زيادة. نعم. في عندنا في عملاء قديمة. جميل. إيه. النظرة المستقبلية بعد 5 سنوات أو 10 سنوات؟ إن شاء الله بإذن الله ممكن أفتح محل فار من مدينة دبي. نعم. أو مدينة العين أو في مدينة جنوب شوامخ الجديد، هذا مدينة الرياض جديدة. جميل. شوف إن شاء الله. إحنا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق. تسلم. وإن شاء الله بنشوفك في أعلى المراتب. استطعت إنك ما شاء الله خلال هذه الفترة الطويلة الزمنية إنك يعني تكسب ثقة الزبائن وتتعرف أكثر على الناس، واليوم إنك تستمر هذه الفترة الطويلة أكيد هنالك محبة لقيتها من الناس وأيضا ثقة لقيتها من الزبائن. خلينا نتكلم. الحمد لله يعني نحن عاجزين عن شكر مسؤولين الإمارات وسمو الشيخ خليفة حاكم أبو ظبي، سابق شمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد من دبي ما قصرون. الله يحفظهم إن شاء الله كلهم. جميل جدا. طبعا وإحنا من شاشتنا بنوجه إلى حكامنا وشيوخنا داخل دولة الإمارات تحية شكر خاصة على نعمة الأمن والأمان اليوم اللي إحنا عايشين فيها داخل دولة الإمارات. طبعا لكل إنسان داعم في مسيرة حياته العملية. صحيح. مين الإنسان اللي بيستحق كلمة شكرا منك اليوم؟ والله هذه أمي. الله يا رب يحفظها ويطول عمرها، وإن شاء الله يحفظ جميع الأمهات ويجعلنا كلنا بارين في أهلنا وأمهاتنا. بلادي يا بعد عمري، بلادي يا موطن عزتي وفخري، إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري، يا بعد عمري، يا موطن عزتي وفخري، يا علي ما خلا منها بلادي، بلادي واسألوا عنها.
الشباب اليوم اللي حابة تشق طريقها في عالم الاستثمار وعالم التجارة. انت اليوم كمستثمر ما شاء الله لك خبرة كبيرة واكسبيرينس في الاستثمار، شو بتنصح الناس المقبلين على الاستثمار؟ مقبلين ان شاء الله نتمنى يا شباب تدريس هذه الايام بالمدرسة والتعليمات وتعرف هذا الزمن مش مثل قديمة، يعني شبكات اجتماعية وهذه في ممكن في يعني ضايع وقت مال شباب. أكيد أحسن طريقة هو مثلا هو التعليم، تدريس التعليم، التعليم وأنه يتطور تطور. والآن العالم يواكب التطور صحيح، واليوم البلدان المتطورة هي البلدان التي استطاعت أنها تواكب التطور. كلامك صحيح. نعم كلام صحيح. فأنت بتنصح الشباب اليوم إنهم يتطوروا أكثر ويشتغلوا على نفسهم أكثر؟ أكيد إن شاء الله، أكيد. نعم. إن شاء الله. أكيد. طبعاً إحنا سعيدين جداً فيك. تسلم. شكراً لإلك، شكراً لوجودك معنا، شكراً لهذه الابتسامة الطيبة اللي لقيناها منك. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. كلمة للبرنامج تبعنا اليوم بتحفز فيه البرنامج. مشكور، شكراً لكم. إن شاء الله ما قصروا. الله يطول عمرك. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقك. أياكم الله. طبعاً إحنا سعيدين جداً بلقائك. إن شاء الله في الأيام المقبلة نشوفك في أعلى المراتب، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في فروع جديدة لحضرتك، وأنت تواكب فيها التطور إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتنا وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله. سوف نقوم الآن بجولة داخل المحل لنري طبعا الخدمات التي تقدمها داخل الشركة. شكرا لك. عفوا. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها السعادة كلها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها.